عليكم السلام. سمحت يا دكتور، متجوزة بقالي ساعة ونص. أيوة يا فندم. وعدد الحيوان المنوي عند جوزي ضعيف. ضعيف كام يعني؟ 10,000 الدكتور بيقول. 10,000. أيوة. الحل إيه؟ والدكتور نصحكم بإيه؟ بالحقني يعني، كان قال لنا بعد ما تتموا سنة تعملوا حقن، إحنا دلوقتي بقالنا سنة ونص يعني. وليه بعد ما تتموا سنة؟ طيب هجاوب حضرتك. حاضر. ما ياخدش علاج. حاضر هجاوب حضرتك. طبعا الرجاله اللي عندهم قله في عدد الحيوانات المنويه الاسرع والاسلم هو اللجوء للحقن المجهري. ممكن نجرب علاج، بس الراجل ده عنده قله شديده في عدد الحيوانات المنويه، اقل من حتى 100,000. قد نفاجئ اننا نقوم في يوم نعمل تحليل فنلاقي تحليله صفر، فكان الاجدى والابدى والخطوات الاسلم ان الراجل ده يوجه الى مركز حقن مجهري، ياخد علاج، يعملوا له تحليل، يتم تجميد الحيوانات المنويه الموجوده، عشان اذا حصلت المفاجاه ولقينا التحليل بقى صفر ما يبقاش عندنا هاجس فظيع. نكرر العلاج والتحاليل، وكل ما نلاقي حيوانات منويه نجمدها، ثم بعد فتره نعيد تقييم الموقف. اذا لم يكن هناك استجابه جيده للعلاج وهذا هو المتوقع، يجب ساعتها اللجوء للحقن المجهري، وساعتها هيبقى عندنا مخزون جيد من الحيوانات المنويه عشان ما نفاجئش يوم ما نيجي نطلب منه العينه ان يجيب لنا عينه يبقى التحليل بتاعها صفر.